حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الباحث السياسي الأستاذ سالم اليامي. أرحب بك أستاذ سالم. بداية دعني أقول بأن زيارة واحدة من الشيخ عبد الله بن علي الثاني إلى الرياض تحل تعنت النظام القطري في ملف الحج، ولكن هناك داعي لأن تذهب قطر إلى الخارج كما فعلت. يعني هي رسالة واضحة إلى النظام القطري بأن تم حل هذه الأزمة التي ادعتها. الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله خادم الحرمين الشريفين وجه بدخول الحجاج القطريين للمملكة عبر منفذ سلوى البري دون تصاريح إلكترونية، وتخصيص أيضا طائرات خاصة لنقلهم من الدوحة إليها. ألا يعد ذلك بمثابة رسالة رد قوية للنظام القطري الذي اتهم السعودية في أواخر الشهر الماضي بعرقلة وصول الحج والتأكيد أن الحل في الرياض؟ أحييك يا أختي الكريمة وأحيي السيدات والسادة الكرام. حقيقة يعني ما حدث يعني هذا اختراق كبير في هذه الأزمة، وهو موقف حقيقة يعني أنا كمواطن عربي، كمواطن مسلم، كمواطن خليجي أحيي خادم الحرمين الشريفين على هذا القرار. نعم. وأحيي وأهني حقيقة أخواني أشقائي القطريين والقطريات على هذه المبادرة، وهي في الحقيقة استجلاء للأزمة. الأزمة لا تزال قائمة، الآثار السلبية التي يحتمها السلوك السياسي القطري على تهديد الأمن والسلم في الدول الأربع التي تقف في مواجهة الدوحة لا تزال قائمة، ولكن المحاولات اليائسة التي حاولت الدوحة استثمارها خاصة مع استثمار موسم الحج أبطلتها هذه يعني المبادرة الكريمة، أبطلها هذا السلوك السامي حقيقة من المملكة العربية السعودية ومن مباركة الدول الأشقاء حقيقة. ويعني نحيي حقيقة يعني سمو الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني الذي بادر بإنسانية وبأخوة، ويعرف تقاليد أهل الخليج ويعرف تقاليد العربية والإسلامية، ويعرف أن المجتمع الخليجي هو مجتمع واحد لا تفرقه السياسة. إن كان هناك خلافات سياسية، إن كان هناك خلافات أمنية فتحل، ومكانها ليس الحج وليس تسييس الحج وليس تخريب المجتمعات من الداخل. نعم. يعني الفعل السياسي في الدوحة اليوم للأسف يعني جزء من سلوكه خلال العقدين الماضيين تدمير هذه المجتمعات، التأثير على أمنها واستقرارها، يعني محاولة الإساءة إلى النفسية الاجتماعية الخليجية هذا جزء منه. نعم. ولكن هذه المبادرة أزالت الكثير اليوم ونحمد. نعم. الله عليها في الحقيقة، وهي كما قلت في سؤالك إذا سمحتي لي هي رسالة للنظام. نعم. الدوحة الذي أخبر. نعم. من انطلاق الأزمة أن الحل في الرياض، الحل بالعودة، الحودة بالتحرك، ولكن العناد لا يزال يسيطر للأسف إلى الآن. فضل. نعم. لو نتحدث بأن خادم الحرمين الشريفين وجلالة الملك المفدى ملك البلاد المفدى ملك البحرين قد حاولوا منذ البداية بأن لا يقحموا الشعب القطري في هذه الأزمة مع قطر، ولكن هذه المبادرات الإنسانية هل تعتقد بأن قطر ستعيد النظر في سياستها مرة أخرى تستجيب لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب 13؟ أولا أختي الكريمة يجب أن نؤكد أنه في اجتماع المنامة الأخير في الحقيقة للدول الأربع كان هناك نقطة مهمة ونقطة جوهرية أكد عليها السادة وزراء الخارجية الأربعة حقيقة بعد لقائهم بجلالة الملك حمد حفظه الله، والذي أكد على أن هناك فصلا دقيقا بين الشعب القطري والشعوب الخليجية، وأن كل الإجراءات التي تتخذ من قبل هذه الدول لحماية أمنها واستقرارها ويعني أمان مواطنيها لا يهدف في شكل من الأشكال للإساءة إلى المجتمع القطري، إلى الإنسان القطري، وأن أي قرارات تتخذ يجب أن تكون في أدنى حدود التأثير الذي نعرفه كما قال السادة الوزراء أنه ربما يطال الجانب القطري، ولكن يجب أن تكون في أدنى حدود التأثير. هذا خط منذ أن بدأت الأزمة، هو خط خليجي، خط عربي، خط إنساني، خط إسلامي حقيقة. الجزء الأخير من السؤال يعني هل القيادة القطرية تستفيد من هذه البادرة، تتعلم من هذه البادرة؟ أنا في تقديري حقيقة أن هناك غلالة من التعنت، هناك غلالة من حقيقة المكابرة هي وسمة السلوك السياسي القطري منذ انطلاق الأزمة إلى اليوم. لأن هذه الأزمة تزيل شيء من هذه الغلالة، ولكن في الرؤية البعيدة في تقديري لن يحدث هناك تغير كبير، ولكن ننتظر من عقلاء مثل الشيخ عبد الله بن علي وآخرين من الشعب القطري من النخب السياسية في قطر أن يكون لهم مبادرات مماثلة تؤثر على هذا السلوك المتعنت. أي أن قطر في ظل تعنتها هل سوف يعني تذهب وتتجه إلى أن تخرج
بأمر آخر تحاول فيه أن يعني تكون مراهقة سياسيا كما يقال. بداية ذهبت إلى تأسيس الحج، ومرة أخرى ذهبت إلى منحا آخر. هل سوف تبحث عن منحا آخر لتكون أكثر مراهقة في الجانب السياسي؟ في الحقيقة أن القراءة السياسية والقراءة ربما يعني المؤشرات للقرارات التي من المتوقع تتخذها الدوحة في هذه الأزمة منذ انطلاقتها وبناء على القرارات التي اتخذت في الماضي، في تقديري أن سيظل هناك جزء من المراهقة السياسية، جزء من عدم الواقعية السياسية، جزء من عدم الحكمة السياسية في مواقف الدوحة. ولكن ما نأمله في الحقيقة هو المراهنة على عنصر الزمن. عنصر الزمن كفيل في الحقيقة بإحداث ضغط حقيقي، استشعار الإنسان القطري بهذا الضغط، استشعار النخب الحاكمة، استشعار العقلاء في الجانب القطري للتأثير على هذا الموقف، ويعني ربما الزمن يغير منه. أما بقي يعني استمرارية النهج القطري بالمؤشرات العامة أو المآخذ العامة والتي ربما تفتقر إلى العقلانية، إلى يعني الواقعية السياسية، في تقديري ستظل باقية في المرحلة القادمة. نعم، من الرياض الباحث السياسي الأستاذ سالم اليامي، شكرا جزيلا لك.